كشفت مصادر مطلعة بوزارة الأوقاف تفاصيل خطة إعادة فتح المساجد التي يعرضها الدكتور محمد مختار جمعة على لجنة مكافحة أزمة كورونا الأسبوع الجاري تمهيدا لرفع تعليق الصلوات صلاة الجمعة وصلوات الجماعات. وقالت المصادر في تصريحات لموقع مصراوي إن الخطة تتضمن استمرار غلق الأضرحة ودورات المياه وأماكن الوضوء وتطهير المساجد أولا بأول من قبل الإمام والعمال وقصر الأمر على صحن المسجد فقط. وأوضحت المصادر أن خطة فتح المساجد تؤكد على ضرورة ارتداء المصلين كمامات أثناء تواجدهم داخل المسجد ووجود مسافات بينهم أثناء أداء الصلاة، مشددة على أنه سيتم غلق المسجد على الفور وتطهيره حال حدوث أي إصابات. وأشارت المصادر إلى أن وزارة الأوقاف تسعى لتوفير الكمامات بالمساجد لإعطائها للمصلين قدر الإمكان تجنبا لعدم حدوث أي عدوى أو تجنبا لحدوث العدوى. نرحب عبر الهاتف بالأستاذ محمد الدويك الباحث في الفكر الإسلامي. الحقيقة أستاذ محمد برحب بيك في البداية معايا في بتوقيت مصر، لكن لما بشوف الإجراءات أهلا بيك بحس أنه الكلام صعب قوي يتحقق على أرض الواقع، أن أنا ألزم عشرات الألاف من المساجد وربما مئات الألاف في كل القرى والمدن والنجوع والكفور أن أنا أقول له كله هيلبس الكمامات وكله هيلتزم بالتباعد، هل ده ممكن؟ هل ده جائز؟ يعني اعتقد من الصعوبه في المكان ما تقدر توفر اجراء زي ده في 105 الف مسجد تابعين لوزاره الاوقاف، ده الرقم المسجل بشكل رسمي، 105 الف مسجد ده رقم كبير، ده غير المساجد والزوايا الصغيره اللي بتبقى تحت العمارات. احنا عارفين زمان كان اللي بيشد يعمل تهرب ضريبي الضرائب العقارية يحط زاوية أو مسجد تحت العمارة بتاعته وكده بيضمن عدم دفع الضرائب العقارية. فالإجراءات ضبط ذلك هيكون صعب جدا ومعقد جدا، والمساجد في مصر معظم مرتدي المساجد دي كبار السن، هم اللي بيحافظوا الصف أو الصفين الأوائل في أي مسجد دايما بيكون سكان المنطقة كبار السن، اعتقد الامر يعني ما زال في قدر من الخطوره. كمان الكيرف او المنحنى الصاعد ده ما اعتقدش ان حد فينا كان متصور ان المنحنى هيصعد بالظبط بالظبط ان يتناقش في الوقت ده. يعني الاكيد انه لما اتاخد قرار غلق المساجد الاوضاع كانت اقل من كده بكتير، المنحنى الوبائي ومعدلات الاصابات وكل ده كان اقل بكتير من المعدلات الحاليه، ففين لما بوصل لقمه المنحنى وللذروه عندي ابدا افكر او ابدا اطرح فكره ان انا افتح؟ والله هم هو المصريين في البدايه كانوا متصورين ان يعني في نفحه الهيه هتحصل على المصريين تحميهم من كورونا، يعني كفايه ان احنا عندنا اوبئه اجتماعيه واقتصاديه وسياسيه كثيره وفكريه ايضا، فكنا متصورين ان كورونا هتيجي عندنا يعني كان لنا جميله يعني. فالمصريين ما كانوش متصورين ان احنا متاخرين عن دوره المرض العالميه ب 40 يوم، ما كناش عارفين انها دوره وبتكتمل كل فتره معينه وان الذروه جايه احنا يعني القصه فيها مساله تاخير. فلما الذروه حصلت اعتقد ان حاليا ما فيش تبعات كافي لمفهوم ان احنا في منطقه الذروه، وان منطقه الذروه دي او مرحله الذروه بتحتم علينا يعني اجراءات جاده اكثر من ذلك. ولكن هي كده ان احنا بدانا في بعض يعني قرار غلق المساجد بالنسبه لي كان مبكر. يعني احنا كنا ممكن نسيب المساجد في البدايه فاتحه اسبوعين او ثلاثه وقت ما كان الانتشار ابسط من كده بكثير، وكنا نوعي الناس ومرتدي المساجد ونيجي في الفتره اللي فيها الزرور. هو يمكن يا استاذ محمد الموضوع كان مرتبط بانه كان رمضان داخل، فبالتالي في رمضان احنا عارفين الزحام بيكون كبير في المساجد في رمضان، فكان ربما هو اجراء احترازي اكتر منه اجراء علشان احنا في ذروه او عشان احنا عندنا اعداد، لكن المعروف انه عندي تراويح وعندي تهجد وعندي اعتكاف كنت ممكن تمنع التجمعات، امنع التجمعات الدينيه يعني امنع التراويح وامنع فتح المساجد قبل الصلوات بنص ساعه وساعه وامنع الاستهلاك وامنع كل المظاهر الدينيه، كنت ممكن تمنع ده. يعني لك ان تعلم بس انا مثلا يعني اصولي في مدينه بلطيم، وبلطيم كانت من اوائل المستشفى العام المركزي بلطيم كانت من اوائل المستشفيات اللي دخلت ضمن مستشفيات اللي الحجر الصحي من اول 20 مستشفى تم اختيارهم. يعني الحمد لله المدينه، انا في اخر زياره ليا في البلد كانت المدينه كلها الحمد لله ما فيهاش اي اصابات، رغم ان احنا عندنا دكاتره وممرضين موجودين في الحجر، ولكن كانوا ملتزمين باجراءات السلامه. الاصابه الوحيده اللي جت بلطيم وفقا لعلمي كانت من خلال شاب سلفي بيسافر القاهره لاحد المشايخ السلفيين اللي
بيقوم باعداد الافطار الجماعي لمجموعه من المرتدين وبيصلوا التراويح سوا. وبعد ما رجع البلد اكتشف ان الشيخ نفسه عنده كورونا وتم حجره، فبدا يحلل من نفسه فاكتشف ان هو كمان مصاب بكورونا، ودي كانت الاصابه الوحيده. التجمعات الدينيه لا شك، يعني انت اكيد حضرتك عارف واكيد الوقت ده قبل كده كتير في ايران، التجمعات الدينيه كانت هي اوائل البؤر التي نشرت الفيروس في بعض الدول. وبعدين يعني مش محتاجين نؤكد على ان يعني الانسان هو بيان الله، وان اذا اختفى الانسان اختفى الدين، وان الرساله الاساسيه للاسلام، الرساله الاساسيه رقم واحد في القران الكريم هي مفهوم الانسان المتخذ، يعني اني جاعل في الارض خليفه. انت الانسان كالهدف للوجود، وفكره ان الانسان خليفه بتحمل معنى مهم جدا، وهو ان الانسان مفوض في اداره هذا الملك، في اداره الارض، الانسان مفوض من قبل الله. الشخص يخلف شخصا، يعني شخص يستلم سلطات يخلفه، فالانسان قد استلم سلطات من الله، الانسان هو خليفه الله بمعنى ان تم تفويضه من قبل الله لاداره هذه الارض. فكلما كانت ادارتنا رشيده وحكيمه وانسانيه وبتحافظ على الروح الانسانيه، اعتقد ان هي اقرب الى رساله الاسلام الاولى يعني. طيب خليني اسالك سؤال ربما يكون شائك شويه، هو اعتقد احيانا في تعامل الاجهزه الدينيه او المؤسسات الدينيه انجاز التعبير في ملف الكورونا انه بيكون في خضوع احيانا وخوف من المزايدات من اطراف اخرى، يعني بتلاقي في احراج انه اصل بيقولوا دول قافلين المساجد وفاتحين المسلسلات، فده بيخلي في احراج عند المؤسسات الدينيه فبالتالي تخليها تاخد قرارات في هذا الاتجاه. هل حضرتك بتحس ده ولا شايفه لا؟ والله هو الاول بنشكر المملكه العربيه السعوديه ان هي اول من بادر بغلق المساجد، وعملت اكثر خطوه جريئه في التاريخ الحديث، وهي قفلت مناسك الحج ومناسك العمره، ودي كانت خطوه جريئه جدا، واعتقد ده اللي خلى الدول الثانيه التي اوقفت الصلوات الجماعيه يرفع عنها الحرم. فاذا كان الحرم يعني الحرم الجامع الذي يعني قبله المسلمين مغلقه، القبله نفسها التي نتوجه لها للصلاه خمس مرات في اليوم مطلقه. فاعتقد ان نوعا ما اداره الازمه من خلال المؤسسه الدينيه الكبرى في السعوديه كانت يعني حكيمه، رفعت الحرج عن كثير من المؤسسات الدينيه. ولكن اللي انت بتقوله صح، لانه الدوله المصريه في الفتره الاخيره في الخمس او ست او سبع سنين الاخيره حريصه تمام الحرص على ان يكون هناك مكون ديني او يعني مكون يسحب البساط من اسفل اقدام الجماعات الدينيه المتطرفه او الجماعات الدينيه حتى المناوئه للسلطه، حتى لا يكون هناك مزايده منهم على الدوله. الدوله المصريه اول حاجه عملتها في العاصمه الاداريه كان مسجد كبير، يعني اهتمام الدوله بان هي تجاهد مشاعر الناس من ناحيه دينيه ولا والا يزايد احد عليها في الحسبان، ولكن في هذه اللحظه الطريقه اعتقد ده مش وقت تلاعب بالمشاعر. صحيح. ده وقت تقديم السلامة، تقديم سلامة الناس على أي اعتبار آخر، هو ده الهدف أصلا من أي قرار، وهو ده ربما الهدف الأسمى للأديان كلها. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد الدويك الباحث في الفكر الإسلامي، شكرا جزيلا.